يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الوارد في حديث ابن عباس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال بعد كل صلاة سواء كانت نفلا أو فرضا أم هو خاص بصلاة المكتوبة؟ الصلاة المكتوبة، أنت لا تدع يا معاذ إني أحبك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة، يعني الفريضة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اختلف العلماء هل يقوله في آخر الصلاة دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام أو يقوله بعد السلام، والأمر واسع، إن قاله بعد السلام فهو دبر وإن قاله في آخرها فهو دبر، إلا أن بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون كونه في آخر الصلاة أفضل، لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. نعم.